عندك عدد عشري متكون من الجزء العشري هذا وجزء ذي العشري كما تلاحظوا تحته فما سطر. دونك معناه الجزء العشري هذايا باش يتعاود الى ما لا نهايه. اش معناها الكلمه هذي؟ معناها 23.123 اش معناها السطر فوق تحت ال 123؟ معناها هذا هو دونك 23.123 و 123 باش تتعاود مره اخرى و 123 باش تتعاود مره اخرى و 123 باش تتعاود مره اخرى الى ما لا نهايه. دونك 123 هذه باش تتعاود الى ما لا نهايه. السؤال فاش يتمثل في اني مطالب باش نلقى الرتبه 2009 في التسلسل نتاع الارقام هان. دونك فما رقم الرتبه نتاعو 2009، الرقم هذاك انا مطالب باش نطلعو شنو؟ هذا الرتبة نتاعو كيما تعرفوا 1، هذا الرتبة نتاعو 2، هذا 3، هذا 4، هذا 5، هذا 6، هذا 7، هذا 8، هذا 9 الرتبة نتاعو. لو كان يطلب مني الرقم اللي الرتبة نتاعو 9 في الجزء العشري، دونك اوتوماتيكمون باش نقول له 3. يطلب مني الرقم اللي الرتبة نتاعو 6 في الجزء العشري، نقول له 3 زاد كيف. الرقم اللي الرتبة نتاعو 8 باش نقول له 2. هذوما نجم نطلعهم من غير نقعد نعمل في عمليه حسابيه. تصورني انا مطالب توا باش نطلع الرقم اللي الرتبه نتاعو 2009، معناها مطالب انا باش نكتب 2009 رقم بعد الفاصل؟ ماهيش لوجيك كمان. دونك لهنا شنو باش نستغل؟ باش نستغل حاجه قريناها سابقا اللي هي القسمه الاقليديه. القسمه الاقليديه بما انه فما دي بتي باكي دو تروا فوالا، كل مره فما دور باش يتعاود، سيكل نقولوا باللغه الفرنسيه باش يتعاود. دونك قد ايه باش يتعاود هذا؟ اوتون دو فوا الى ما لا نهايه. ان حاجتي بال 2009 العمليه بسيطه ياسر، بما انه الدور نتاعي متكون من 3 ارقام. الدور نتاعي مثلا في السؤال الثاني متكون انا من 4 ارقام، دونك يبدا الدور متكون من 3 ارقام نقسمه على 3. كي يبدا الدور متكون من 4 ارقام نقسمه على 4. شكون اللي نقسمه على 4 ولا نقسمه على 3؟ الرتبه اللي هو طلب مني انا باش نطلعها. لكن للاسف الشديد لهنا اول حاجه نعملها ما نقومش ديريكت بعمليه القسمه، فما ايتاب معينه لازمني نعملها اللي فيش تتمثل الايتاب هذه. تتمثل في اني لازمني قبل كل شيء نشوف قديش عندي من رقم ما بين الفاصل والدور. لهنا ما عندي حتى رقم، دونك ديريكت باش نعمل عملية القسمة نتاع 2009 على 3. باهي لهنا اللي عندي رقم ما بين الدور والفاصل فما رقم، دونك نطرح 1. دونك هو طلب مني رتبة 1978، دونك نطرح منها 1 ومن بعد نقسم على 4. اتفقنا؟ داكوردو. دونك الحكاية بسيطة ياسر، تبعوني مليح. دونك أنا لهنا 2009 هذيك باش نقسمها على قداش؟ باش نطرح منها تو دابور قداش عندي من رقم ما بين الدور والفاصل. لهنا ديريكت بعد الفاصل بالضبط جاني الدور. دونك اوتوماتيكمون اش معناها لهنا؟ اش معناها؟ معناها نقوم ديريكت بعملية القسمة. لهنا بعد الفاصل بالضبط جاني رقم ومن بعد جاني الدور نتاعي. دونك اوتوماتيكمون نطرح 1، نطرح قداش عندي من رقم، قداش عدد الأرقام نطرحه من الرتبة اللي أنا مطالب باش نطلعها. الرتبة هذه نحي منها عدد الأرقام اللي ما بين الفاصل والدور، لهنا باش نحي 1، لهنا باش نحي حتى شيء. خاطر ديريكت بعد الفاصل جي الدور نتاعي. باهي تبعوني مليح. دونك 2009 باش تقسم على قداش؟ على 3. كيما تعرفوا 9 و 3 9 و 2 11، الباقي نتاع القسمه الاقليديه هذاك هو اللي باش نخدم عليه. دونك لو كان الباقي، تبعوني مليح، لو كان الباقي صفر ناخذ اخر رقم على اليمين في الدور، رقم الاحاد نتاع الدور. داكوردو؟ دونك لو كان الباقي صفر ناخذ رقم الاحاد، لو كان الباقي 1 ناخذ اول رقم على اليسار في الدور، لو كان الباقي 2 دونك ناخذ ثاني رقم في الدور نتاعي. بيان سور من اليسار لليمين ناخذ. داكوردو؟ ليكسيبسيون الاستثناء كان كي يبدا الباقي نتاعي صفر وقتها ناخذ رقم الاحاد، سينو نبدا من اليسار وانا ماشي لليمين. بالطبيعه انا كي باش نقسم عددها على 3 شنو هي البواقي الممكنه؟ يصفر
يا واحد يا اثنين، امبوسيبل نلقى باقي ثلاثة ولا أربعة، الباقي ديما لازمو أصغر من القاسم، وين أنا هنا قاعد نقسم على ثلاثة، دونك الباقي نتاعي باش يكون أصغر قطعة من ثلاثة، باش يكون يا صفر يا واحد يا اثنين، دونك لهنا تبعوني مليح، 2009 قسمت على ثلاثة، بالطبيعة مجموع الأرقام هو 11، الباقي نتاع القسمة هذا، نتاع العدد هذا على ثلاثة، هو باقي قسمة 11 على ثلاثة، دونك الباقي هو اثنين، دونك إيش معناها؟ باش نبدا نحسب واحد اثنين، دونك الرتبة العدد اللي الرتبة نتاعو 2009 هو شنو؟ هو تو سامبلومون اثنين، الإجابة لهنا هي تو سامبلومون هي اثنين، أتلقوا لكم بيان سور شرف أنكم تكتبوا دونك الجملة كاملة، الرقم الذي رتبته 2009 بعد الفاصل في الكتابة 23.123 الدورية بالطبيعة هذه، دونك هو اثنين. فهمنا كيفاش ولا هيك نتناولوا توا ليكزومبل الثاني نزيدوا نفهموا بيه اكثر. 1978 هو الرتبه اللي نلوج عليها. دونك لهنا دونك اول حاجه مطالب باش نعملها ديجا 1978 باش نقسمها مش ديريكت على اربعه، نطرح منها واحد. علاش نطرح منها واحد؟ ردوا بالكم من هذه، هذه غلطه يحكوا فيها برشا كلام. علاش نطرح منها واحد؟ خاطر عندي رقم واحد بين الفاصل والكتاب الدوري. لو كان جاي مثلا الرقم تاعي 2 9 8 7 6 ومن بعد 3615 تحت 6 مثلا لهنا برا نحطوا حتى 0 ميساج. دونك لهنا قداش عندي من الرقم لهنا؟ تبعوا مليح ما بين الفاصل والدور، قداش عندي من الرقم لهنا؟ 1 2 3 4 5 6، دونك 6 ارقام. ما نقسمش 1978 ديريكت على 4، ردوا بالكم نطرح منها 6 نعمل 1978. شنعمل؟ نطرح منها 6 1978 نطرح منها 6، هذه المرحلة الأولى، دونك اللي تاكلوا لاني واللي باش نتحصل عليه هذا اللي هو 1900 كما تعرفوا 72 نقسم على 4. بالطبيعة بعد ما نقسم على 4 كان الرتبة 0 ناخذ 5، كان الرتبة 1 ناخذ 3، كان الرتبة 2 6، كان الرتبة 3 ناخذ 1. اتفقنا ولا لا؟ دونك الاستثناء ديما كان كي يبدا نلقى باقي يسير وقتها ناخذ رقم الأحادة نتاع الدور نتاعي. اتفقنا؟ باهي. دونك لهنا ركزوا معايا مليح، انا شنو نعمل؟ المواد باش نطرح منها واحد باش نتحصل على شنو؟ 1900 وقداش؟ و77. باهي. الحكايه بسيطه ياسر، 1977 كي باش نقسمه على اربعه قداش الباقي نتاعو؟ كيما تعرفوا 80 انا ديما ناخذ العدد المتكون من الرقمين، الباقي نتاع القسمه نتاع العدد هذا على اربعه هو باقي العدد المتكون من احادي وعشراته. باقي قسمة العدد 77 على 4، 77 على 4 نعرفوا اللي 76 قبل القسمة على 4، دونك الباقي هو شنو؟ هو واحد. الباقي واحد باش نعمل دونك؟ باش ناخذ جوست أول عدد ابتداء من اليسار إلى اليمين في الدورة نتاعي، دونك لهنا الإجابة هي تو سامبلومون 3، معناها لهنا بالطبيعة باش نكتب 3 إذا باش نكتب 3615 عدد لا متناهي، وباش نحسب دونك الرقم اللي الرتبه نتاعو 1978 العد ابتداء باش ناخذو من 2 من اول رقم بعد الفاصل، اي بان تو سامبلومون باش نلقى اللي الرقم اللي الرتبه نتاعو 1978 هو تو سامبلومون 3، وهكا نكونو كملنا مع البارتي نتاعنا. جوست ان تي ريكاب توا لخصو اللي عملناه، اول حاجه ناخذ الرتبه نتاعي اللي هو الرقم، هو طالب مني باش نلقى الرتبة نتاع رقم معين، الرتبة هذيك أول إيتاب، دقة الملاحظة لهنا، تبعوا مني، أول إيتاب ناخذ الرتبة هذيك نطرح منها عدد الأرقام اللي ما بين الدور والفاصل، سي قمنا بعملية الطرح، باهي، أول حاجة باش نطرح، باهي، طرحنا، العملية اللي بعدها الثانية، فاش تتمثل في أني نقوم بعملية القسمة، باش نقسم؟ باش نقسم على قداش عندي من رقم في الدور. اكسلون، هذه المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة تتمثل في أني تو سامبلومون كان لقيت باقي صفر ناخذ رقم الأحاد نتاع الدور، كان لقيت واحد دونك ناخذ أول رقم على اليسار نتاع الدور، وكان لقيت اثنين من اليسار إلى اليمين ناخذ ثاني رقم، وأنا ماشي من اليسار لليمين حتى نوصل الرقم العشرات، حتى نوصل الرقم العشرات غادي ناخذ، على خاطر تو سامبلومون اون فوا وصلت الرقم الاحاد ما نجمش نوصل تو سامبلومون، خاطر ما نوصل الرقم الاحاد لما يكون الباقي نتاعي صفر، وانا ديجا حكيت عليه حكيت عليها الحاله هذيك كوا.